من دير البلح وسط قطاع غزة تنضم إلينا الصحفية خولة الخالدي. أهلا بك يا خولة. إذن آخر الغارات الإسرائيلية على وسط قطاع غزة، ماذا استهدفت وخلفت، وإن كانت لديك معلومات عن مناطق بقية القطاع؟ نعم، الغارات الأخيرة التي استهدفت المحافظة الوسطى هي تركزت في منطقة مخيم النصيرات ومخيم البريج، وكلها لوحدات ومباني سكنية للمواطنين الفلسطينيين، وغالبيتها تستضيف عائلات فلسطينية. وارتفعت حصيلة الضحايا في هاتين الغارتين لأكثر من 31 ضحية، بالإضافة إلى عشرات الإصابات التي وصلت إلى مستشفى الشهداء الأقصى. بالإضافة إلى تركيز الغارات الإسرائيلية في المناطق الجنوبية بشكل واضح، خاصة في منطقة خان يونس والتي تعددت فيها الغارات الإسرائيلية بين المناطق الشرقية وبين مناطق الوسط لعدد من العائلات الفلسطينية، أبرزها عائلة أبو عكر وهي في المناطق الشرقية تقريبا بالقرب من المستشفى الأوروبي. بالإضافة أيضا إلى استهداف في منطقة وسط خان يونس وهي لعائلة الأغا، وكان حصيلة مجمل الشهداء في منطقة خان يونس هذه الليلة أكثر من 60 ضحية، بالإضافة إلى عشرات الإصابات التي وصلت إلى مستشفيات خان يونس، بالإضافة أيضا إلى عدد من الغارات الإسرائيلية التي شملت منطقة رفح والمناطق الشمالية من قطاع غزة والتي شهدت عدد من الأحزمة النارية، بالإضافة إلى استهداف مركز إيواء وهو تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين في أحد المدارس، مدرسة الفخورة تحديدا، والتي راح ضحيتها أكثر من 200 حتى هذه اللحظة. هذه الأرقام تقديرية لا إحصائيات واضحة في تلك المنطقة بطبيعة الحال للظروف الأمنية التي تعيشها تلك المنطقة، بالإضافة إلى أوضاع الاتصالات والشبكات وتوقف كافة المستشفيات العاملة في تلك المناطق بشكل واضح. بالإضافة أيضا إلى عدد من الغارات التي شملت مناطق وسط غزة وشرقها، في شارع اليرموك كان هناك استهداف لأحد العائلات الفلسطينية، أيضا الاشتباكات الجارية في المناطق الشرقية وبشكل واضح في منطقة الشجاعية والصبرة وحي الزيتون ما زالت مستمرة ودائرة حتى هذه اللحظة. حصار مجمع الشفاء الطبي أيضا ما زال مستمرا حتى هذه الأثناء، بالإضافة إلى تحويله إلى ثكنة عسكرية بناء على تصريحات الجيش الإسرائيلي وأيضا على منظمة الصحة العالمية التي فوجئت بمناظر ومشاهد ما حدث داخل مجمع الشفاء الطبي واستيلائهم على جثامين وجثث للضحايا الموجودين في باحاتها بشكل مستمر، بالإضافة أيضا إلى ما لوحظ في الآونة الأخيرة وهو الشارع الممتد في منطقة شارع صلاح الدين أو منطقة نتساريم. سابقا تم ترميم شارع أو عمل شارع جديد في هذه المنطقة يمتد من المناطق الشرقية إلى المناطق الغربية في عملية فصل واضح ما بين المناطق الشمالية وما بين المناطق الجنوبية، بالإضافة أيضا إلى عمليات النزوح المستمر الواضح من مناطق الشرق إلى مناطق الوسط في المحافظات الوسطى والجنوبية. طيب خولة، ماذا عن ما تبقى من مصابين أو مرضى بحالة صحية حرجة وأطفال خدج داخل مستشفى الشفاء مع جزء من الطاقم الطبي؟ هل هناك حديث عن متى سيتم إخراجهم بالتنسيق مع الهلال الأحمر؟ حتى هذه اللحظة لا أنباء عن مصيرهم أو عن حياتهم، وفي الحقيقة بأن وزارة الصحة الفلسطينية تحدثت بأن الجانب الإسرائيلي لا يبالي بصحة وبأرواح هؤلاء الأشخاص داخل مجمع الشفاء الطبي، خاصة بأنه لم يوفر أدنى مقومات الحياة لهم من مستلزمات طبية ومن تيار كهربائي من أجل العناية بهم بشكل واضح، وبالتالي فعليا هم يموتون بشكل بطيء للغاية، ومن المتوقع أن يكون هناك وفيات في صفوف الأطفال الخدج بالتحديد، بالإضافة أيضا إلى الأفراد والمصابين الموجودين داخل هذه الأقسام، خاصة أنهم يحتاجون إلى رعاية طبية مكثفة ومخصصة، والأطباء الموجودين لا يملكون أدنى مقومات للتعامل مع هذه الحالات بشكل واضح. لذلك أطلقت نداءاتها وزارة الصحة فيما يتعلق بعملية إخراجهم من مجمع الشفاء الطبي إلى الداخل الفلسطيني إلى مستشفيات الضفة الغربية أو إلى مستشفيات خارج قطاع غزة للعلاج. محاور الاشتباك على الأرض بين الجيش الإسرائيلي وحماس والفصائل يعني التابعة لها، هل ما تزال مستمرة على الأرض خولة؟ وأين تتركز إن كانت كذلك؟ هي مستمرة ولكن بوتيرة منخفضة لربما في هذه الأوقات تحديدا، تشتد في بعض الأحيان وتنخفض وتيرتها في أحيان أخرى. في هذه الأثناء نشهد إلى حد ما هدوء في تلك المحاور، ولكن هي في محاور محددة ولم تنتقل إلى محاور أخرى، أبرزها محيط مجمع الشفاء الطبي، محيط الساحة والقرب من مستشفى المعمداني والذي توقف عن الخدمة بشكل كامل نتيجة لهذا الحصار والاشتباكات في تلك المنطقة، بالإضافة إلى المحاور الشرقية الأساسية في القرب من المحافظة الوسطى ومحافظة خان
خان يونس، وهي محاور أساسية تعمل عليها الجيش الإسرائيلي بشكل واضح في الآونة الأخيرة، خاصة خان يونس، والتي تحدث الجانب الإسرائيلي عن إمكانية التوغل البري فيها بشكل واضح، وبالتالي عملية الاشتباكات في تلك المنطقة أيضا مستمرة إلى حد ما في تلك المناطق. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.